لكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم جيت نشارك معكم هذا لي سيغار اللي كيجيو رائعين. نبداو بسم الله بالمقادير. كما كتشوفوا معنا عندي الكفته ديال البكري، وعندي جوج فرماجات، عندي بيضه وعندي فرماج حمار، وغنحتاج الثومه محكوكه، وغنحتاج لا كريم فريش، وعندي ملح، الابزار لي تانك بي هو اللي كنعتمدو في كاع الحشوات ديالي، وعندي ثومه بودره كاضافه. هاد المقادير تقدروا تدوبلوهم، تقدروا ديروا كميه قليله، مهم ما كاينش شي حاجه اللي مضبوطه. تبعوا المراحل معايا. اول حاجه كناخذ لا كريم فريش مع الفرماج والملح، البزار، الثومه، التوابل اللي سبقتو ذكرت لكم، حتى كتجانسوا الفرماج مع لا كريم، وكنحيدوهم من فوق البوطه وكنخليهم يبرد. وهنا بعد ما بردات لي الخليط تاع الفرماج ولا كريم فريش والتوابل، غنزيد الكفته، وغادي نخلط مزيان 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 حتى كتدخل فيها داك الفرماج ولا كريم، وغنزيد الباقي المقادير. ناخذ الفرماج الحمر، غادي نضيفو على الكفته، وغادي نخلط مزيان مزيان حتى يتجانس الكفته مع الفرماج، وغنزيد البيضه ديالي. علاش كنزيدو البيض؟ لحقاش هذا الخليط ما غاديش نشحروه ولا غادي نطيبو الكفته، غنخلوها هكا خضراء ونعمرو بها لي سيكار ديالنا. والبيض كيعطيها واحد كيجمعها وما كيخلاش بقى هكا مفتلينا. غنحاول، ما غاديش غتشوفوا معايا، ما غاديش نضيف البيضه كامله، غير حتى نحس بها راه هي مجموعه وشاده شويه في راسها صافي. يعني غنكتفي غير بنص بيضه بحال هكاك. نتوما غديروا على حساب الكفته اللي عندكم. كما كتشوفوا معايا انا دابا ضفت البيض واكتفيت غير بهذا المقدار اللي شفتوني ضفت، وغنخلط الكفته ديالي مزيان 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 حتى ترجع ليا متجانسه وما تبقاش يبان ليا الفرماج بزاف والبيض. هذا هو الشكل النهائي ديال الكفته ديالنا، وهذه هي الورقه اللي كنستعمل دائما، كتجي زوينه. ودابا غنبدا باش نصوب لي سيكار ديالي. كندهن بالزيت وكندير واحد الطبقه رقيقه ديال الكفته كما كتشوفوا معايا، ومن بعد غادي نلويها وغادي ندهنها بشويه البيض باش تلصق مزيان.
غنحاول نعاود معكم واحدة تانية باش تشوفوا كيفاش كتجي كيفاش كيجي السيجار ديالنا والطريقه اللي كندير ليهم في الطي ديالهم. كنحاول نرقق هذيك الطبقه باش تجينا مساويه على طول لي سيجار وكنجمعهم مزيان باش ما كيتحلوش وتخرج لينا الحشوه فاش كنكونوا كنقليوهم. بعد ما كنسالي كنقليهم. يمكن لكم ديروهم حتى في الفران كيجيو غزالين. كنتمنى تجربوهم. ما تنسوش تخليو ليا لايك ومع السلامه.